السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي وقناتكم شهيواتكم. اليوم إن شاء الله البنات غنتقاسم معكم هاد الشهيوة هادي أو هاد الوصفة اللي غتحضروها دغيا دغيا. كتوجد الكوتي فطائر مالحين أو ميني كيك مالح، راه كيجيو زوينين بزاف البنات. مهم احنا غادي نشوفو دابا المكونات ديال العجين. فيه جوج الحبات ديال البيض، كاس ديال الحليب، نص كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت نباتية، علبة من ياغورت طبيعي بدون سكر وبدون نكهة، عندي هنا خمارة، جوج كيسان ديال دقيق الفورص، عندي هنا معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، عندي شوية ديال العطرية ديال السمك، إلا عندكم ديال الدجاج ديروها، إلا عندكم بودرة ديال الثوم ديروها اللي بغيتو. عندي هنا الملحة تقريبا نص معلقة عامرة مزيان باش كتعطينا هكا الملوحة لهاد الكيك هذا، يعني حيت ماشي حلو ما غاديش نديرو فيه غير قبيصة الملح، غادي نزيدو الملح شوية. عندي هنا معلقة صغيرة ديال سكر سنيدة، وعندي هنايا نص معلقة ديال الإبزار، وهنا عندنا شوية ديال الزعتر اللي غنحكو في الأخر في العجين. غادي ندوزو البنات نبداو نخلطو الكيك ديالنا اولا العجين ديال هاد لي ميني كيك مالحين. غادي ناخد اناء وغادي نوضع فيه البيض، غادي نزيد الحليب. هاد المكونات البنات غنخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. زدت زيت الزيتون مخلط مع الزيت، وغادي نزيد الياغورت، غادي نزيد التوابل كامله ونخلط كل شيء مزيان. صافي البنات دابا غادي نزيد الدقيق، غنضيف انا هاد جوج كيسان كاملين، راه كيجي الخليط هو هذا. غادي نضيف كذلك الخماره وغنزيد نخلط. البنات دابا غادي نضيف شويه ديال الزعتر هكا محكوك، الا عندكم الزعتر بودره ضيفوه، انا غناخدو غير هكا ونحكو. صافي البنات هذا هو الخليط ديالنا، غادي نغطي هذا الاناء وغادي نخليه يرتاح واحد 15 دقيقه بينما وجدنا الحشوة. البنات دابا غادي ندوزو نوجدو الحشوة. عندي هنا مقيلة فيها البصلة مقطعة، فلفلة حمراء وفلفلة خضراء، إلا عندكم فلفلة صفراء حتى هي زيدوها، عندكم غير نوع واحد كضيفوه ماشي مشكل، غير إلا خلطتو الألوان كتجي أحسن. غادي نزيد ليهم شوية ديال زيت الزيتون، بالنسبة للتوابل البنات غادي نضيف الملح حسب الذوق، وغادي نضيف الإبزار، غنضيف شوية ديال العطرية ديال السمك اللي ضفت حتى في العجين، إلا عندكم بودرة الثوم زيدوها، أنا ما عنديش. صافي البنات هادو هما التوابل اللي غادي نضيف، صافي ما غاديش نزيد، غيبقى غير الزعتر غنضيفو حتى الاخر، حتى هذا حتى يتشحروا ليا هاد العناصر هادو، نتلاقاو ان شاء الله من بعد. صافي البنات هنا البصله والفلفل تشحروا ليا، غادي نزيد لهم الطون هكا اللي مصفياه من الزيت، كتضيفوا الكميه على حسب الرغبه ديالكم. وغادي نضيف كذلك الزيتون هكا مقطع، وغادي نزيد الزعتر محكوك ونخلط كل شيء.
البنات انا هنايا وجدت لي مول، راه وجدتهم هما الاولين من قبل، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق ودخلتهم للثلاجه. هنا عندي ها هو الخليط ديالنا، هكا كيولي ثقيل شويه، غادي نعمر لي مول ديالي. ما تعمروهمش البنات بزاف يعني حتى للفوق، ديروا هكا جهد جوج معالقات كبار في المول. صافي البنات، بعد ما كملت هكا توزيع العجين، دابا غادي ناخذ واحد الكميه من الحشوه ونوزعها فوق الوجه ديال العجين بهذا الشكل. الفران ديال البنات انا راه شعلت وراه كيسخن دابا على 200 درجه من الفوق ومن التحت. غادي نوزع الحشوه وندير فوق منها شويه ديال الجبن، عندي انا جبن الموتزاريلا، نديرو فوق منها وندخلهم يطيبو. غنخلي الفران شاعل عليهم غير من التحت حتى يبانوا ليا تنفخوا هكا وشدوا راسهم وطابوا، عاد غنشعل عليهم من الفوق باش يتحمر هكا الوجه ديالهم شويه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي. البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي للوصفة ديالنا ديال اليوم، دي ميني كيك مالحين او فطائر مالحين، كيجيو البنات رائعين بزاف بزاف وسهلين في التحضير ديالهم كيف ما شفتوا معايا، غير جربوهم ان شاء الله غادي ينالوا اعجابكم. انا غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل وهذا الطراوه ديالهم. انتم البنات الفطائر ديالنا كيفاش كيجيو، كيجيو هكا قطنيين وهشاش وكنحمروهم من التحت. انا نقسمها باش تشوفوا كيفاش كتجي، هانتوما كيجيو رائعين رائعين بزاف. تقدموهم هكا مع حريره ولا مع شي شوربه ديال الخضر، راه غيجيوكم بنان بنان بزاف. غير جربوهم البنات وردوا عليا في التعاليق الى عجبكم الفيديو، ما تنساوش تخليو ليه لايك، كذلك تشتركوا بالقناه اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وجديد الفيديوهات. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.